ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كنت في أرض المعارض في مدينة نصر في مهرجان العسل، وكان في حاجات كتيرة موجودة جميلة جدا. في أول حاجة شفت اللي هو النحال الصغير، حلو جدا، بيعملوا أنشطة للأطفال ازاي يعملوا النحلة ويجمعوها. وبجد هنا ورشة نحال صغير مقدمة يونس. الورش بتعلم الاطفال، هي ورشه تثقيفيه تعليميه، بتعلمهم منتجات النحل، بتعلمهم المجتمع بتاع النحل ده بيتكون من ايه. وعندها طبعا العاب من ناحيه الاطفال زي اللعبه دي كده، دي عباره عن حاجه شبه قص ولزق، في الاخر بتدينا شكل النحله وتعرف الاطفال النحله بتتكون ازاي، او هي فين شكل الجناح، اللسعه بتاعت الابره بتتلسع، صدر النحله، الاربع اجنحه بتوعها. نشرح بقى للاطفال كده، تبقى لعبه تثقيفيه وتعليميه حلوه جدا ليهم. في برضو عندي حاجه زي دي كده، دي سبوزه العسل، دي عسل كده بيبقى حلو جدا للاطفال، الاصل في الفردان القص واللزق دي، وعاملين الوان وكلمات متقاطعه، وحاطين طبعا هنا علبه الالوان بتاعتنا، وحاطين البرطمان بتاع النحل او دبدوبه النحل بتاعت النحال الصغير. كل دوت عامل 100 جنيه بس. الاطفال بياكل عسل، بيلعب، بيعيش معانا انشطه حلوه جدا، غير ان هو بياخد شهاده مكتوبه فيها اسمه، شهاده زي دي كده مكتوب فيها اسم اللي شارك معانا في الورشه، وبالشهاده دي يقدر يشتري اي حاجه من جوه في ملاحي يونس ويحصل على هديه. اللي عنه ديت شنطه العريس، ديت فيها خلطه منشطه للرسائل الجداد وكده، وفيها برضو ايه المكسرات، العين جمل والكاجو واللوز والبنه، حاجه كده يعني نوع من انواع الحاجات الصحيه الزياده لينا عامه. المكسرات حلوه جدا للتركيز وللذاكره، وحلوه جدا كمان للهضم، واحنا بنبقى محمصينها تحميص خفيف جدا علشان خاطر ما تفقدش الزيت اللي فيها. دي الشنطه دي المفروض تعدي ال 1200، الشنطه دي عامله 650 جنيه بس، عشان خاطر انا هحمل الشمع دوت الشمع بيتكل شبه المستيكه بالظبط، دي كده شبه البرواز الصغير، شبه البرواز اللي احنا بنعمل فيه النحل بالعسل ده، دي بتبقى عامله البرواز ده، وشم شمع حلوه جدا للجيوب الانفيه للاذن الوسطى، بيتبلع عادي، بتبقى شبه المستيكه، بيقعد متر زي المستيكه بالظبط، وبيتبلع بيبقى مطير حلو جدا للمعده، فما فيش منه اي ضرر زي المستيكه. ايوه يعني ليه تعتبر المستيكه صحيه. سعره كام؟ ده الاسعار بتاعتي موجوده جوه في البلكيشن بتاعنا في يونس. يلا دي ده 400 جرام عامل 68، وعندنا برضو حاجة شمع دي برضو جديدة، ده شكلها دي الكيلو منها عامل 160 على حسب بقى الوزن بتاعها. شعر الدقن، وعندنا ده زيت البيت لو حد عنده فراغات في الشعر برضو. الشعر بقى يعني الشامبو الدهني ده عامل 130، الزيت الانبات عامل 140، تمام. وعندنا هنا لوشن عامل 150، تمام. وعندنا الكريم عامل 130. كل دي منتجات شعر، كل المنتجات عندهم منتجات طبيعية. وعندنا نوع، عندنا البلسم عامل 140، تمام. وفي اخر حاجه معانا السيروم ب 140، ده سيروم الشعر 140. اسعار تحفه على فكره، والمنتجات كلها طبيعيه. ماشي،
وفي عندنا الليب بالم دي برضو، دي مرطبه للبشره حلوه جدا جدا ومدعمه بالكولاجين كمان، هي عامله لوحدها 35. في البوكس ده الاربعه مع بعض عاملين 550 بدل 560، وعليهم دي كمان هديه الليب بالم دي. انا بقى في بارتيشن من آل شاهين، حلو جدا في العسل. سعر العسل البرطمان الصغير تقريبا نص كيلو، سعره 50 جنيه. حلو جدا عسل حبة البركة والموالح والبرسيم كل الانواع، بتاخدي الاربعة ب200 او ب205 تقريبا. كان في العسل بالمكسرات حلو جدا، والخلطة السحرية دي حلوه يعني حلوه جدا عشان المناعه، وفي شجر عسل عندهم حلو جدا. الاسعار بقى بتختلف عشان كل حاجه ليها عرض، بس بجد تحفه فوق ما تتخيلوا. العسل بتاعهم حلو، وعندهم حاجات برضو للبشره وللجسم، خلطات ومخمريه وكده. في عتمان برضو العرض بتاعه كان مجموعه ب 450 جنيه، فيها شمع العسل وفيها 2 كيلو كيلو برسيم وكيلو موالح ونص، قولوا معايا، ونص عسل جبلي ونص مكسرات. فبجد تحفه جدا ب 450 جنيه العرض.